بشكل سليم؟ حسب المباراة. حسب المباراة وحسب المنافس. بمعنى؟ بمعنى في لقطة غريبة في ماتش الأهلي والمصري، الهدف الثاني اللي اتلغى الأهلي، الحكم عمل شار أشار كده بالحركة على الشاشة، يعني إن أنا أشوف الشاشة، وهو لغى لغى الهدف من غير ما يرجع، يعني هو من غير ما يرجع للفار. الطبيعي إنه يروح يبص هو بنفسه يشوف. طالما عمل كده يبقى هروح أستعين أستعين بالشاشة عشان أشوف اللقطة. هم قالوا له الحكم، قال له تعالى بص يا فندم، مش هو من دم عمل كده يبقى لازم يروح؟ مش لازم يروح، ده حاجة غريبة جدا. كل اللي قاعدين قعدوا يضحكوا، يعني التصرف، يعني انت شفتها كده بعينيك، بصيت شفت الشاشه قدامك ولا احنا ما نعرفش؟ يعني عاوز اقول لك ايه، في حكم في لقطه في مباراه في الدوري اللي هيقول لي الفار هدي له انذار. لا خلينا نتكلم على التجربه يعني نفسها، انت شايفها ازاي تجربه وجود الفار في الدوري؟ خلي بالك في مشكله، في مشكله، ويعني الاتحاد الدولي خلي بالك متابع، الفيفا متابعه الحدوته، مش سايباها كده يعني. في ناس بتبعت لها التصرفات يعني ايه، يعني امتى الفار بيدخل في حسب كورنر، الفار بيدخل في حسب فاول، الفار يدخل في لقطه الكارت الاحمر بس، يدخل في تسلل، يدخل في هدف، دي اللقطات اللي هي المفروض بتاع ديانج في مباراه الاهلي. انا بكلمك لا، وغير كده ده مع فرقه تانية طلع الحكم بيعمل تصرفات غريبه جدا، واللاعب جوه متطوع معاه بيديله يعني فرصه، وفي حاجات تانية في مباريات تانية تلاقيه ملوش حس خالص، قاعد جوه ده ما بيتكلمش، ملوش دعوه، الاهدار بيحصل فرقه كوره ممكن يبقى عليها اهدار، ده هدف ممكن يبقى محتاجين، لسه مفيش محتاجين طيب، يعني لا 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 ايه اللي محتاجينه؟ مفيش يعني مفيش معيار واحد، ما هي دي مشكلتنا يا كابتن. احنا دايما يا استاذ محمود هنا بنتكلم ان احنا بنطرح المشكله ونقول الحل، يعني دايما بنقول عندنا مشكله، مفيش معيار يا كابتن، عندنا مشكله في كده. انت حضرتك شايف ايه الحل؟ يعني البروتوكول لازم يتذاكر بشكل افضل للحكام، الحكام اللي قاعدين بره، من الحل ان انا مفيش نادي يسقط على حقه يا فندم. بس هتجيب نفس اللعبه في نفس القرار في كذا مباراه، شوف الحكم خد القرار ايه، هتلقى لا يمكن القرارات لو ثلاث مواقف متشابهين في ثلاث مباريات لن تجد القرار واحد. طيب ما هي دي مشكله، لا ما انا بكلم، لا ما هي دي مشكله ما تتكررش على طول، يعني دي محتاجه برضو مساله البعض يرى احترامك للتحكيم في، يعني ايه، في حكام بتخاف لما تلقى لعيبه جايه داخله فيها، يعني ايه انا معاك، روح او المدير الفني بره يقعد يضغط عليه، الاساتذه في الحدوته دي الكلام ده في شمال افريقيا، يعني هم مدرسه، لما حتى بيروحوا يعترضوا ما بيروحش لاعب واحد، بيروح خمس لعيبه او ثلاث اربع لعيبه يدخلوا في الحكم ويحوطوه كده ويعملوا، يحطوا الحكم تحت ضغط في اتخاذ قرار، وده احنا في البعض بيعملها وبيجدها، مش كل الانديه، والبعض خلاص بيستسلم القرار وخلاص انتهى الموقف. فانت هنا الحاجات السلبيات دي المفروض لجنه الحكام بيبقى لها نصايحها وتوجيهها بعد المباراه وتحليل اداء اللي احنا بنسمع عنه. الاسبوع اللي فات كان في اجتماع كابتن وجيه حمدي، وجيه احمد عمل اجتماع مع كل الحكام على، وقال لك الحكام بس مفيش، علشان يراجع كل المباريات اللي فاتت في الدور اللي فات او في الست اسابيع اللي فاتوا بتقنيه الفيديو، يطلع يا فندم ويشوف الاخطاء، يطلع يا فندم، يطلع يا فندم يقول البروتوكول، هو لا هو رسالة حكام، يقول البروتوكول اللي الحكم هيسمعه من الفار، ما ده بروتوكول محطوط، ما انا بكلمك اهو، في حاجات ثانيه، في حاجات ثانيه الحكام واللي قاعدين جوه دخلوها على ايه، على البروتوكول مش موجود، يعني انت بتتدخل انت في كورنر، وانت بتتدخل ممكن بكره لك في اوت، ممكن بكره يتدخل لك في انذار، لا لا الكلام ده، لا الكلام ده غلط، يعني ممكن يمشي وبعد كده يفتكروا روح لاعب عمل لعبه، روح حد قايله في ارجع للعبه، يا عم انت مالك، ما دي مش من ضمن البروتوكول الموجود، يعني في العاب ما صحش انت يعني ايه، يعني ما تبينش انت ليك دور، يعني الحاجات اللي هي ايه، الاوفسايد، الهدف، الكارت الاحمر، في اكتر من كده ولا في حاجه تانية في، لا ضربات الجزاء طبعا، ضربات الجزاء ما طبعا لو في ضربات الجزاء بيخشوا فيها الاوفسايد، ما فيش شك، انت بتتكلم على الكارت الاحمر الدايركت، يعني مش على طول، لا مش الانذارين، انا بكلمك ده لازم يخش فيها انت، يعني خلاص يبقى هنا الحكم بقى بيسلم ايه، رغم انه بيقول لك ايه ان الحكم سيد قراره حقيقي مظبوط، يعني رغم الفار ممكن يقول له كوره جول، هو ممكن يقول لك لا كوره مش جول، ما عشان كده بيروحوا يبصوا وياخدوا القرار ويحترم ايه قراره. فهنا انت ايه مشكلتك، انه مفيش ميزان واحد في اتخاذ القرار حسب المنافس وحسب انا خايف من ده ومحطوط تحت ضغط ولا حسب، ما ده اللي بيخلي بيدير الشبهات والتساؤلات، ما ده اللي بيفتح عليك باب شر، ما انت تقفله، انت لازم كلجنه حكام دي مشكله على المدار،
حسب المباراه وحسب المزاج. يا عم عدي خلينا نمشي ونروح يا عم جماعه حرام. يعني انت ممكن في قرارات تخلي فريق يهبط, تضيع مجهود اداره ونادي وفرقه وتخسره بطوله. الاسابيع اللي جايه اسابيع حساسه جدا. انا بكلمك اهو. فهنا ايه, هنا ايه, هنجيب فرع الفر. لا الفار ما يجيب فار يا عم ونعمله بعد كل اللي بيحصل ده. ده الراجل عمل كده فالناس كلها وقفت انه هيروح يبص. هيروح يبص عمل حق, عمل حاجه غريبه جدا يعني, عمل كده ولغى الهدف. طب انت رحت شفت حضرتك أنا يعني بجد والله والله لقطه غريبه جدا ولقطه مثيره وتستحق ان الحكم يتحاسب عليها. مش يعني انا مش عارف الحكم هل هو ده امين عمر عليه. اللي هو تم أكيد. اختياره في تصفيات كاس العالم 2022 ولا لا؟ انا عاوز اعرف بس الحكم, افتكر حكم الاهلي والمصري بس. خلينا برضو علشان احنا بنعرض المشكله ولازم نقول حلها. انا في اعتقادي الحل ان لازم دايما بيكون كابتن وجيه احمد لازم يكون صارم جدا في الجزء ده, وصارم في جزئيه انه لازم كل حكم يكون عارف وحافظ وشارب ومتاكد من البروتوكول اللي بيتنفذ, والبروتوكول ده ما بيتغيرش من مباراه على الثانيه, ما بيتغيرش من منافس على منافس. انت بتتكلم على انت منظومه وتحكيم محطوط وبنود محطوطه مكتوبه تتحفظ وتتطبق. يا كابتن هاني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده عايز شويه مذاكره وعايز شويه اجتهاد. ماشي يا فندم. الكلام ده اللي عمله مثلا الكابتن عصام عبد الفتاح وكان عنده اتحاد الكوره لما كان رئيس لجنه, ولا عمله حتى الكابتن جمال غندور. يعني عاوز اقول لك ايه, حتى التحكيم اصبح برضه وراثه. عندك 60 حكم شباب طالعين ابناء 60 حكم هيتدام حكام في المرحله الجايه. في 60 حكم, في 60 شاب ابناء ل 60 حكم موجودين حاليا في اللجان, هم اللي هيديروا في المرحله اللي جايه. يعني مش فاهم يعني ولادهم ولادهم طالعين. يعني عاوز اقول لك حتى ده بقى في نوع من التوريث. يعني طب هنا المعيار ايه؟ لا الكفاءه. انا دايما انا بالنسبه لي المعيار دايما الكفاءه, مفيش شك. بص بقى اللي بيحصل بقى في الدرجات الادنى, القسم الثاني والثالث والرابع, في كوارث. اذا انت ما اخرجتش وكان هدفك الارتقاء وانه عندك قانون حمايه الحكم, قانون حمايه الحكم زي قانون حمايه القاضي, لا يستطيع احد, وبقولها لك وانت ديك لعبت في الاحكام, يستطيع احد ان يخرج لينتقد حكم؟ مدير فني مسؤول على طول واقف بتفرج بقى على السنوات اللي فاتت, شوف اللي بيحصل. لا شوف وامسك يعني ورا ولا وتعالى راجع, شوف اللي كان بيتقال في حق الحكام ايه. انت هنا تركت الحكم في وصل لمرحله لا نوع من الاهتزاز. يعني لما يطلع مثلا فريدياني ساسي في تصريح يقول لك التحكيم صفر ويمر مرور الكرام ومحدش ياخد باله منه مثلا, وعدى الموضوع ده مستحيل يحصل, ويطلع يقول حد تاني نفس الكلام فيبقى في موقف. هنا بقى انت فصلت حسب ايه؟ حسب مزاجة. لا ما حسب واحد, كل واحد وايه وقوته. يبقى انت هنا ما عندكش ميزان, يبقى انت هنا ما عندكش ايه ميزان القرار. حتى لما يجي الفار ميزان القرار لازم يبقى ميزان واحد, لازم يبقى وجيه احمد عاوز ينجح والناس تقول انه كمان. طب هو اصلا في عقوبه او في لائحه مكتوبه انك انت لو اتكلمت على حكم هتتوقف بشكل, لو انت اداري او مدير فني او لاعب او ايا كان؟ ما احنا بنسال هل المفروض ده موجود ولا لا؟ واضحه. طيب موجود الكلام, يعني انا متاكد ان الكلام ده بره. غير بس لما خلي بالك كمان يعني المراسلين كمان بيبقى انت يعني كمان السؤال بيطرح, ايه رايك في حكم النهارده؟ ايه رايك في قرار الحكم؟ انا ما بسمعش السؤال ده في مراسلين بره بصراحه. يعني حتى مش هقول انا سالتك ايه رايك, المفروض انا في الحكم المفروض انت ترد تقول له ايه؟ لا انا ماليش دعوه بالتحكيم. دعوه بالتحكيم لو انك انت عارف انك انت ايه؟ ليه بقى؟ يا اخي دايما الفرق الكبيره ما بتعلقش نتائجها على الحكم, حتى لو الحكم مخسرهم. حتى لو الحكم مخسرهم ده حقيقي. ما انا بكلمك اهو من جمله الاهتمام في يعني من الحاجات المهمه جدا ان الواحد يفتكرها في التاريخ, انه مره الاهلي في فتره من الفترات تعرض من حكم في مواقف ايام كابتن حسن حمدي كان رئيس النادي الاهلي, واتعمل تحقيق كبير عن المساله دي, واتاخد لاول مره راي عضو مجلس اداره في النادي الاهلي في التحكيم, وكانت ازمه كبيره جدا انه ازاي عضو في مجلس اداره الاهلي يتدخل ويتكلم عن التحكيم, وده نال من غضب الكابتن حسن حمدي بصوره. يعني انا كنت عامل الموضوع واتكلم معايا انه ده الكلام غلط, والاهلي لا ينتظر قرارات الحكم, الاهلي يجبر الحكم على انه يجيب الهدف الصح الحكم يحسبه. الاهلي مش مستني مساعده من يعني نفس التعبيرات, الاهلي مش محتاج حد يتكلم عن التحكيم, لا التحكيم احنا مالناش دعوه بيه, احنا نلتزم بقرارات التحكيم. يعني
انت دورك انك انت تلعب وتكسب وتفوز، لغلك هدف واثنين وثلاث، لا تلعب وتجيب زي ما حصل في ماتش ايه المصري، لغى هدف صحيح الاولاني، الثاني اه ماشي في كلام على انه اوفسايد وفي كلام قالوا انه مش اوفسايد، التزام، جبت الهدف الثاني وجبت الهدف، جبت الثالث وجبت الرابع. التحكيم يتخذ منه موقف لما يبقى تشعر ان هناك ايه توجيه. ده الكلام ده بيبقى موجود، يعني لما اتعمل يعني تقنيه الفيديو المفروض الاداء يبقى ايه؟ يبقى في تجويد، يبقى في افضل، يبقى الحكم يشعر بالامان، يبقى عنده ثقه في نفسه ما ينتظرش. تيجي انت تربكه من خارج البروتوكول وتقول له لا اصله حاسب، ده انت المفروض تديله انذار، ترجع تديله انذار، لا ده الكره دي كورنر، مالك انت بالكلام ده؟ مش من دخلك، مش من دخلك الكلام ده. فهنا اذا لم يكن هناك في ميزان واحد لكل القرارات المتشابهه، هنا انت بتفتح الباب انه ده يتكلم على ايه المجامله وغير المجامله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، 50,000 مره اتكلمنا وتعبنا من الكلام، فين اللائحه الموجوده؟ لانه اي حد يتناول التحكيم بكلام داخل المنظومه الرياضيه المفروض يبقى في قرار وفي عقاب وفي تصرف، لانك عشان تدي الحكم ثقه وتخليه واقف على الاثنين، ما بيخافش من الاهلي وما بيخافش من الزمالك وما بيخافش من الاسماعيلي ولا من بيراميدز، انه عنده ثقه انه قراره هيحمى بالصوره المطلوبه لتحفظ به كرامته. لكن